السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة بتقوى الله جل وعلا، جعلنا الله وإياكم من المتقين، وها نحن معكم اليوم بإذنه تعالى وتوفيقه نواصل الحلقة الثانية في رحلة الخلود. تكلمنا في الخطبة الماضية عن فريق المؤمنين، عن عباد الله الصالحين، فكانت رحلة خلود كلها سعادة وفرح، تبدأ بتبشير الملائكة للمحتضر وتنتهي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما اليوم فنحن مع رحلة الأشقياء التعساء، وهذين الصنفين أيها الإخوة بهذه التسمية ذكرها الله تعالى، قال جل وعلا: فمنهم شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت ففي النار وأما فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أيها الإخوة، هؤلاء الأشقياء
إذا جاء الأجل للواحد منهم فقد انتهى نعيمه للأبد. إن صح أن في الدنيا نعيم، وإلا فالواقع الدنيا أصلا ما فيها نعيم، هي متاع كما قال تعالى متاع قليل، يتلذذ الإنسان بلذائذ ولكنها لذائذ منغصة، ينغصها المرض وينغصها التعب وينغصها الإرهاق وتنغصها المشاكل والمكر والحقد وغير ذلك من المصائب، كلها خداع ومكر وغش، غير أنها لهؤلاء الأشقياء مقارنة بالدار التي يذهبون إليها فهي تعتبر نعيم، ما يجدون في الدنيا كيفما كان فهو مقارنة بالعذاب الذي ينتظرهم في الآخرة، هم يعتبروا الآن في دار نعيم. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المنافق الكافر الذي لا يعترف بوحدانية الله ولا يقر بألوهية الله ولا يعبد الله حق عبادته، انظر إلى مصيره. والذين كفروا يأكلون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون في الدنيا يعني كما تأكل الأنعام أي البهائم، ولكن المصير المأساوي والنار مثوى لهم. تبدأ رحلة الشقاء هذه من أول ساعة الموت وساعة الاحتضار حيث يرى الملائكة، ولكن كيف أشكالهم وكيف صورهم؟ إنه يرى الملائكة ولكن على أي هيئة وعلى أي شكل؟ إنه يرى ملائكة سود الوجوه أشكالهم مزعجة مخيفة يعني، وأصواتهم مفزعة يعني أصواتهم شديدة تدخل الخوف في قلب هذا الرجل، ومعهم كفن من النار، كفن من النار، كفن شوك من النار. فيقول له الملك رائدهم، الملك الموكل، فيقول الملك لهذه الروح: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. سخط وغضب من الله تعالى. ثم تخرج هذه الروح لا تجلس في أيديهم طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن الذي هو شوك ومن النار، ثم يصعدون بها إلى السماء يرجون أن تفتح أبواب السماء، أبواب السماء، ولكن أبواب السماء تغلق لهذه الروح الخبيثة فلا تفتح لهم أبواب السماء. وتسمع الروح نداء من قبل الله جل وعلا: إن الله سخط على فلان، إن الله سخط على فلان، فاجعلوا روحه في سجين. فترمي الملائكة بالروح فتهوي هذه الروح في مكان سحيق سفلي. قال تعالى: إن الذين كفروا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لن يدخلوا الجنة حتى يدخل الجمل مع فتحة وثقب الإبرة. وهو ضرب للشيء المستحيل، ضرب مثل بالشيء المستحيل، وليس هذا ظلما، ولكن قال تعالى: وكذلك نجزي المجرمين. فإذا حملت جثة هذا الشقي، حملت جثته لكي تدفن، كانت الروح من فوقها تبكي وتولول وتقول: يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟
فإذا دفنت هذه الجثة الخبيثة لهذه الروح الخبيثة أتاه الملكان الموكلان بالسؤال: وقف معي يا أخي، إن هذه الأخبار وهذه المعلومات وهذه الكلمات التي نسوقها هي علم غيب، صحت بها الأحاديث وجاءت بها الآيات، والمؤمن مكلف بالإيمان بالغيب، من أركان الإيمان أن تؤمن بالغيب. قال تعالى: يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب. وهذا من الأمور الغيبية، ما يحدث للروح بعد خروجها لا يراه الإنسان في الدنيا، هو من عالم البرزخ وعالم الآخرة وعالم الغيب، لكننا مأمورون بالإيمان بهذا أيها الإخوة. فيأتيه الملكان فيسألانه: من ربك؟ من رسولك؟ ما هو دينك؟ أسئلة لا يجيب عنها العقل ولا يجيب عنها اللسان، لكن تجيب عنها سيرة حياة الإنسان في الدنيا. كيف كان؟ كيف كانت سيرتك في الدنيا؟ هل كانت قصة حياتك تعترف بوجود الواحد الأحد؟ هل كانت قصة حياتك تؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أم هو في وادي وأنت في وادي؟ هل كانت حياتك وقصة حياتك تعطينا جوابا عن مسألة الدين؟ هل عشت للدين؟ هل تعرف قيمة الدين؟ هل حياتك تضحية للدين؟ من ربك؟ ما دينك؟ من رسولك؟ إن اللسان لا يجيب، ولكن الأعمال هي التي تجيب. فيقول الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أدري. فيضربه الملك بين أذنيه بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضرب بها فيصيح صيحة كما قال صلى الله عليه وسلم، فيصيح صيحة يسمعها كل من على الأرض إلا الثقلان، الإنس والجن. ثم بعد ذلك يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، تختلف أضلاعه يعني يدخل صدرك اليمين في صدرك الشمال، عظام صدرك اليمين تدخل في صدرك الشمال، انظر إلى الضيق كيف هو. يضيق عليه قبره لأنه ضيق على نفسه في حياته، فلم يعرف طريق الله، لم يعرف النور، لم يعرف الهدى. ثم يضيق عليه قبره ويشتعل عليه نارا، والعياذ بالله، يشتعل قبره نارا ويرى مقعده في النار، فيرى أن العذاب الذي فيه الآن في قبره هو أخف من العذاب الذي ينتظره هناك في النار. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن العذاب الذي ينتظره هو شر من العذاب الذي هو فيه الآن في قبره. انظر إلى هذه الحال التي انتهى إليها هذا الإنسان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ثم يقول الملكان له: أنت هنا في هذا القبر الذي يشتعل نارا، أنت هنا إلى يوم القيامة، فتمر عليه السنوات، كل يوم منها كأنه 1000 سنة من سنين البشر،
كل يوم يشعر بطول الزمان، بل يشعر بطول طول الزمان، لأنه يقضي هذه الفترة، يقضي هذه الفترة كلها وهو في عذاب. كل يوم يمر عليه من شدة العذاب كأنه ألف سنة من سنوات الناس. لم ينفعه ماله، لم ينفعه سلطانه، لا أقاربه، لا إخوانه، لا أهله، لا جيرانه. سبحان الله العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. إن زخارف الدنيا وجواهرها وأموالها إن لم تستعمل وتستنفذ وتستخدم في القرب إلى الله كانت وبالا على الإنسان وحسابا. أيها الإخوة، إن الإسلام دين جاء في الواقع يحيي الأمل دائما. الإسلام دين دائما يتكلم عن الأمل، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويدافع عن مسألة الأمل، ولكن هناك لحظات يموت فيها الأمل، وهذه منها. فإن من مات على الكفر لا طريق له إلى النجاة، يعني لا أمل في نجاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال قدره وبعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وسلم وبارك صلاة وسلاما إلى يوم الدين. وارض اللهم عن صحابته الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنها رحلة الأشقياء أيها الإخوة، يا لها من رحلة شديدة كلها ألم وكلها عذاب. فإذا بعث هذا العبد الشقي ليوم القيامة وجد الظلمة حالكة، يعني شديدة، لا يعرف كيف يمشي، لا يعرف كيف يسعى، لا يعرف كيف يضع أقدامه. أما المؤمنون فإن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أما هذا فهو في ظلمات. وتسوق الملائكة الناس أجمعين لأرض المحشر، زحام شديد، زحام شديد، وشمس محرقة فوق الرؤوس، العرق للآذان، وتشهد عليهم الجلود والأيدي والأرجل. هذه الحال الشديدة، عطش يحرق الأجواف في يوم طويل. قال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم بعد ذلك يلقون في جهنم. وانظر إلى طريقة الإلقاء، فإنهم لا يوضعون ولا يحملون، ولكنهم يقذفون في النار. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ويكبون في النار كبا. قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. مجرد الإلقاء في النار عذاب، فكيف بالنار؟ يستغيثون فلا يرحمون. طعامهم الزقوم، شوك مر يمزق الأشداق ويلصق في الحلق، يعني يعلق ويقف في الحلق.
ويقطع الأمعاء. وقضية يقف في الحلق هذه سبحان الله العظيم. الناس الآن يمرون على بعض الأشياء في الدنيا تذكر بالآخرة لكن لا ينتبهون لها. الإنسان يمكن أن يغص في شيء يا إخوة من طعام يقف له عظم من شيء يأكله في حلقه، يقف له أحيانا عظم صغير جدا من سمك أو حوت أو شيء يعذبه، فكيف بطعام كله غصة كله عذاب وغصة؟ قال تعالى وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يعني القرآن الكريم ذكر قضية الغصة هذه بالتحديد بالتدقيق باللفظ، يعني يأكلون طعاما في كل لقمة يغصون فيها، كلها شوك. الزقوم هذا كله شوك، وشوك يعلق في الحلق، فإذا وصل الجوف قطع الجوف. انظر إلى هذا العذاب الشديد، يطلبون ماء ليبلعون به زقوم النار ولكن لا شراب في النار، لا شراب في النار كما قال تعالى شراب الحميم، إلا شرابا واحدا يسمى شراب الحميم وهو ماء شديد الحرارة. قال تعالى وسقوا ماء حميما شديد الحرارة فقطع أمعاءهم. وفي آية أخرى هذا التأثير الداخلي يقطع الأمعاء، قال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. والعياذ بالله، عذاب لا يكفي أنه عذاب فقط ولكنه بدون نهاية وبدون تخفيف. لا يوجد يوم عطلة، لا يوجد ساعة للاستراحة، بل عذاب متواصل. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا يستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهو جزاء عادل، فالله عز وجل هو العادل سبحانه وتعالى. قال جل وعلا جزاء وفاقا، يعني موافقا على حسب أعمالهم وأفعالهم، جزاء بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. قال تعالى ذلك بما قدمت يداك، بما قدمت يداك أنت، أفعالك اليوم أنت، وأن الله ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإخوة، أعظم ما يملك الإنسان في حياته هي هذه الروح التي تسكن في داخلنا، هي هذه الروح. فعندما يطلب بحياته وروحه غير الله ويعيش عمره كله لا يعرف حق الله عليه، خالقه ورازقه وممده بالنعم وهو لا يعترف بحقه، فلا يوحده ولا يذكره ولا يطيع أمره ولا ينتهي عما نهى عنه، فإنه ولا شك يستحق العذاب، لا شك في ذلك. قال سبحانه وتعالى تعال معي لتنظر إلى هذه الصورة البشعة العجيبة المخيفة، وهم يصطرخون في النار، وهم يصطرخون فيها في النار، يعني ربنا، أصوات أهل النار كيف هم، إن لهم صياح ولهم صراخ، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذن يعترفون بأعمالهم ويعرفون أن العذاب كان عدلا فيهم. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل،
أولم نعمركم أولم نعطيكم الأعمار حتى تجاوزتم من الأعمار ما تجاوزتم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لن ينصرك أحد، إن الولايات المتحدة لن تنفعك، وإن منظمات الأمم المتحدة لن تنفعك، وإن القوانين الوضعية الأرضية التي تهدم الدين لن ينفعك، إن الإلحاد لن ينقذك، إن الأحزاب التي تتبعها والنماذج التي جعلتها قدوة لك في حياتك النماذج الباطلة التي ألهتك عن الله عز وجل لن تنفعك، لن ينفعك شيء إلا اعترافك بالواحد الأحد وأنت في الدنيا الآن. إلى لقطة أخرى مخيفة وتقرع القلوب، استغاثات أهل النار. ما هي استغاثاتهم؟ ينادون خازن النار مالك، وهو ملك كلفه الله عز وجل أن يكون خازنا للنار. قال تعالى: ونادوا يا مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي بصوت جماعي واحد، ينادون مالك خازن النار. قال: إنكم ماكثون. ثم ينادون ما يقرب من 1000 سنة ربهم، ينادون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يطلبون فرصة واحدة، لولا أخرتني إلى أجل قريب، يطلبون فرصة واحدة. فيقول لهم الله تعالى بعد 1000 سنة من النداءات ينادون في النار، فيرد عليهم الجبار سبحانه وتعالى: اخسأوا فيها. تصور عبد يقول له الله اخسأ، تصور مخلوق يقول له الله اخسأ في النار، اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه العذاب الأبدي الذي خوفنا الله تعالى منه يا عباد الله، واليوم يستهين به الناس. الناس اليوم يستهينوا بعذاب الله ولا يخافون عذاب الله، ويهزؤون عندما تقرأ عليهم آيات العذاب. الله يقول: ذلك يخوف الله به عباده، ويقول تعالى: وإياي فارهبون، ويقول تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا يخشى الناس ولا يخشى الله، صدق فيهم قول الله تعالى: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يبدأون يلوم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال تعالى عن أحوالهم في يوم القيامة: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. انظر أهل الجنة ماذا يقول بعضهم لبعض، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما، هؤلاء هم المتقون. أما هؤلاء فهم يلعن بعضهم بعضا ويلوم بعضهم بعضا، ويلومون أنفسهم ويلومون الشيطان الذي هو معهم في النار. فيقوم الشيطان بعد ذلك خطيبا في أهل النار. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر. قضي الأمر يعني أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. إن الشيطان لا يملك أن يأخذ بيدك
حسيا إلى المعصية وإلى الفجور، لكنه يوسوس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن النتيجة فلا تلوموني في النار، يلومون الشيطان، الشيطان هو السبب. وفي الدنيا أيضا يقتل المقتول ثم يقول والله الشيطان، ويسرق المال ويقول والله يعني أخ الشيطان يعني وسوس لي الشيطان، يلومون الشيطان. قال تعالى: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني لا أستطيع أن أنقذكم، وما أنتم بمصرخي لا تستطيعون أن تنقذونني. يحاولون محاولة أخيرة فينادون أهل الجنة لعلهم يجدون ماء أو ثمرا، ولو ثمرة ولو قطرة من ماء، فينادون أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقول أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين، يعني الله عز وجل حرم علينا هذا، لا نستطيع أن نعاونكم أو نساعدكم فنقذف لكم ثمرا أو نعطيكم ماء. تصور، يعذبون في هذه النار التي هي مقارنة بنار الدنيا تساوي 70 ضعف من نار الدنيا، محرقة، قال تعالى: عذاب الحريق. وقال تعالى في وصفها: عذاب شديد، وقال: عذاب أليم، وقال: عذاب مقيم، وقال: عذاب عظيم. أوصاف شديدة أيها الإخوة الكرام، أعاذنا الله من هذا المصير، أعاذنا الله من هذا المصير. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أجرني من النار، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أجرني من النار، اللهم قنا وقي أهلينا وقي أولادنا وأنفسنا النار يا رب العالمين، اللهم قنا شرها، اللهم قنا النار يا رب العالمين، اللهم قنا من حرها، اللهم إنا نستعيذ بك من النار فأعذنا، اللهم إنا نستعيذك بك اللهم نستعيذ بك من النار فأعذنا، اللهم إنا نستعيذ بك من النار فأعذنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قي آباءنا وأهلنا النار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.